بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد قطعه ارض 40 فدان زي ما انتم شايفين كده من زرعه كان تلوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مصريين يا محترمين قطعه ارض هديه بنعرضوها اليوم ان شاء الله على حبايبنا المحترمين اللي عاوز يستثمر حته ارض مستقبل لاولاده احنا بنصور حته ارض 40 فدان في مدينه النابوريه زي ما فرع 20 40 فدان بيع وشري حضرتك حته ارض محترمه احنا كنا موقفين البس حضرتك في فترة شهر رمضان حضرتك أول يوم في الشغل إن شاء الله النهاردة بنصور حتة أرض محترمة للمصريين المحترمين اللي عاوز يعمل حتة أرض محترمة مستقبل لأولاده ويبقى مستقبل العمر هي دي حتة الأرض حتة أرض حضرتك مجاورة الماء البحاري الأرض ارتوازي حضرتك مستنظرة الماء البحاري الأرض ارتوازي مستنظرة الماء البحاري الأرض منزرعة حضرتك كنت زي ما أنت شايف وطماطم السكه دي في نص الارض حضرتك اللي منزرع نخل دي حضرتك قطعه ارض محترمه هديه هديه من شركه بدايه خير طريق مصر اسكندريه الصحراوي مدينه النابوريه مقر الشركه مدينه النابوريه زي ما انت شايف حضرتك حته ارض محترمه شايف حضرتك الكنتروب عامل ازاي حته ارض محترمه بطاقه حيازه وعقد خالص الثمن من الدوله الارض مستنزره الماء البحاري حضرتك وعلى راسها طيار الكهرباء بينك وبين الاسفلت ما كملش ثواني بينك وبين مدينه النبريه خمس دقائق بالعربيه بينك وبين طريق مصر اسكندريه الصحراوي ستة كيلو قطط ارض جميع الميزات حضرتك فيه حضرتك لو رفعت التليفون بتاعك واتصلت هتسمع الهديه في السعر حته ارض محترمه زي ما انت الله ما صل عليك يا نبي واحد الله وقول لي رايك واحد الله بص على الاحمر وقول لي رايك بص حضرتك يا في الطواطم شوف جوده الارض حضرتك قدامك شوف يا سعادة الريس حاجة بص حاجة بسم الله ما شاء الله أهو ده حضرتك والله من موقع الأرض بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عليك حاجة تفرح بص يا فندي قطعة أرض هدية 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 عايز تستثمر قرشك وتدخل حتة أرض عقد خالص التمن بطاقة حيازة عقدك خالص الثمن بطاقة حيازة حضرتك هي دي الارض، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه دي؟ ايه دي؟ هو في حلاوة كده؟ حبايبي المحترمين اللي بتابعوني داخل مصر وخارج مصر، سعيد مصر الجبل كله، واجب بحري كله، اللي بيشاهدوا المدينة المنورة، المدينة المنورة فرع تسويقي من بداية خير، فرع تسويقي من شركة بداية خير زي ما أنت شايف حضرتك قطعة أرض محترمة. تحياتي لكل المصريين حبايبي اللي بتابعوني الحج عبد العاطي مشعل بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك تحياتي لكل المصريين المحترمين اللي بتابعوني